الإدارية التي أراد أن يفرضها على الشعب في داخل الوطن وخارجه. الشعب كل من موقعه على حسب مسؤوليته. لعلنا عبارات لا يستطيع القاموس الإنساني أن يحملها. الاستعمار الفرنسي استغل هذا البئر الذي كان يساهم في تنمية البلدية تتسمى أم الشهداء. نقول لك باللي فوق الألفين شهيد كاين فيها اضطراب تاع هاد المنطقة هذه. والاستعمار من ذاك ما كانوا لا صحفاء ولا إنسان يراقبهم ولا يكتشفهم، كانوا يقتلوا عشوائيا الصباح وفي الليل وفي كل وقت، يخلط على واحد مولا غنم يقتله ويخلي الغنم كذاك. كانت تجيبهم من الغنم وتجيبهم برا، ما كان لا خدموا ثورة ولا يعرفوا ثورة. ساكن غير البادية برا، يجيبها هنا ويطلق حي دايرين لها واحد البكيات ومضيينهم مليح ودايرينهم كي يطلقوا الإنسان يقطعوا هذوك البكيات في الطريق. كاين فيه 80 متر، هذا 80 متر كانت معمرة بنادم، 700 شهيد فيه.